بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد سعيد with you, Physics, Chemistry and Science teacher. النهارده إن شاء الله هنكمل الفيديو نمبر 4 عندنا في جريد 4 في الصف الرابع. بدأنا في فيديو 1 و 2 و 3 أول بارت عندنا. طبعا الناس اللي متابعة معايا أو الناس اللي في السنتر معايا عندنا بارت 1 خلصناه في فيديو 1 و 2 وبدأنا في بارت 2. فاضل لنا جزء صغير في بارت 2 هنكمله النهارده ان شاء الله. نتمنى نكون متابعين مع اولادنا في البيت تريننج شيت واللي هو شيت المذاكره يعني. هنكمل بقى في موضوع ادابتيشن. هناخد دلوقتي we are going to talk about digestive system يعني الجهاز الهضمي. digestive system وصلنا by digestion يعني ايه اصلا عملية هضم او كلمة هضم. digestion it is the process of changing food from complex form into simple form to let our body get benefited. تاني نكتبها يبقى digestion is it is the change of food from complex form. بنحول الطعام من صورة معقدة. طبعا انت مطلية مثلا كبيرة او ميت بيس اوف ميت حتة لحمة كبيرة طبعا مش هينفع نبلعها لان هي مش هتعرف تمشي جوه البلاد يعني. هل هلاقي بقى انت مطلية ماشية كده رايحة تيجي وحتة لحمة طالعة كده طبعا كبيرة لازم نفتفتها فتفات صغيرة. كنا بنفتفت الاكل الفتفات صغيرة ده اسمه digestion اللي هو عملية تفتيت الاكل بنفتفته او بنفتته لحاجات صغيرة. يبقى this the change of food from complex form بنحوله من صورة كبيرة معقدة into بنحوله ايه بقى؟ simple form. تاني what's meant by digestion it is the change of food from complex form into simple form from complex form into simple form. Repeat with me. It is a change of food from complex form into simple form. From complex form into simple form. Why? To let our body get benefited. To let our body get benefited. To let our bodies get benefited. علشان جسمي يستفيد. ايديا ورجلي ومخي وعقلي وكل جسمي محتاج فود محتاج اكل. طيب الاكل هيوصله ازاي؟ ينفع ابلع طماطمايه كده تمشي ازاي؟ يعني هتخش جوه الدم تمشي ازاي؟ يبقى لازم نفتفتها او نفتتها لجزئيات صغيره علشان تقدر تمشي جوه البلاد وتروح بقى لايدي ورجلي ومخي وهكذا. يبقى العمليه اسمها ايه؟ digestion. طيب function of digestive system وظيفته ايه؟ function يعني وظيفته طبعا digestive system responsible for is responsible for يعني مسؤول عن حاجتين من اسمه digestive يبقى مسؤول عن الدايجستشن ان هو يفتت الاكل digestion and absorption. يبقى وظيفة الجهاز الهضمي digestive system حاجتين digestion and absorption. digestion يعني هضم الطعام يفتته. طب وبعدين يفتته فين؟ ده في بطني؟ لا لازم يحصل له absorption يعني يمتص الدم ياخده ويوديه بقى لرجلي ويوديه لايدي وداني ومخي وكل جسمي. يبقى وظيفته it has two functions digestion and absorption. تمام؟ طيب structure of digestive system بيتكون من ايه بقى digestive system ده؟ هعرضلكوا صوره دلوقتي ونشرحها. لو احنا بصينا كده على الفوتو اللي قدامنا digestive system consists of the path of food يعني مسار الاكل. الاكل بيمشي من فين لفين لفين. اول حاجه the first organ of digestive system is mouth. يبقى the first organ is mouth اللي هو الفم. يبقى the first organ of digestive system is mouth. Then food travels to زورنا اللي هو بنسميه بالعوم pharynx
pharynx, pharynx, mouth, then pharynx, pharynx. Number three, بعد كده يروح على فين؟ يبقى mouth, pharynx, then esophagus, esophagus, as we can see, esophagus, اللي هو التيوب دي اسمها esophagus, esophagus. Then stomach, 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 stomach اللي هي المعدة، تمام؟ خد بالك في فرق بين abdominal cavity اللي هو البطن كلها، دي كلها اسمها abdominal cavity، لكن stomach اللي هي المعدة بس، تمام؟ جزء في البطن يعني، stomach. يبقى mouth, pharynx, esophagus, mouth, pharynx, esophagus, stomach, mouth, pharynx, esophagus, stomach. Small intestine, large intestine, anus. يبقى number 5 في المرحلة اللي بعد كده small intestine. عارفين الممبار؟ هو ده small intestine. Large intestine. طبعا مش هتاخده تاني. Large intestine. Then آخر حاجة anus. Then anus as we can see. يبقى تاني. 7 steps، سبع خطوات او 7 سبع مراحل يعني. mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus. mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. اللي هو فتحة الشرج. تمام؟ mouth اللي هو الفم. pharynx اللي هو الزور او البلعوم اللي احنا بنسميه. دي طبعا common cavity يعني فتحة ربنا عملها عشان نقدر نتنفس من بقنا لو مناخيرنا فيها inflammation يعني فيها احتقاق فيها مسدودة يعني. esophagus stomach اللي هي المعدة، small intestine اللي هي الأمعاء الدقيقة، large intestine الأمعاء الغليظة اللي هو اللي احنا قلنا عليه المنبار، لو انتوا بتحبوا تاكلوا المنبار اللي هو بتاع الجاموسة أو حاجة ده اسمه small intestine واللarge intestine، and آخر حاجة اللي هي فتحة الشرج anus. تمام؟ طيب هنتكلم بقى دلوقتي أول حاجة عن الماوس. نمبر 1 ماوس. What is inside the mouth؟ أو what are the organs that located inside the mouth؟ في إيه جوه الماوس؟ في ثلاث حاجات. Teeth, tongue and saliva. saliva اللي هو اللعاب الريق اللي في بقنا. Teeth سنان. Tongue اللي هو اللسان. And saliva. يبقى أول حاجة عندي teeth. سنان. The number of teeth in the adult person الشخص الكبير عنده كام teeth؟ لو عندنا السنان فوق كلها فوق وتحت 32 teeth. يبقى 32 teeth. ده في الشخص adult اللي هو الشخص الكبير. طيب في childhood في الأطفال الصغيرين 20 teeth. 20 teeth يعني 20 سنة بس. خلاص؟ طيب ده النمبر. طب teeth are classified into إيه؟ أشكال أسنان، ثلاث أشكال في بقنا. incisors, canines, and molars. incisors اللي هي القواطع، canines اللي هي الأنياب، and molars هنوريكم شكله اهو. incisors اللي هم الأربعة اللي في النص دول فوق وتحت، وcanines اللي هي الأنياب بتاعت اللحمة. We molars اللي هي الدروس. طيب function of teeth هي teeth دي وظيفتها ايه؟ To cut and grind food. Grind food. Grind food. Cut and grind food. Cut and grind food. Cut يبقى the function of teeth. Cut بنقطع بيها الاكل. And grind يعني نمضغ بيها الاكل. نطحن ونمضغ بيها by molars طبعا بالدروس. يبقى تاني number of teeth 32 number of teeth 32 number of teeth 32 32 سنة طبعا in both jaws يعني فوق وتحت. type of teeth انواع الاشكال هل كلهم شكل واحد؟ لا. incisors canines and molars اسنان او قواطع وعندنا انياب ودروس. طيب function of teeth التيس دي وصفتها ايه؟ to cut and grind food. cut and grain food. cut and grain food. the function of teeth. نيجي بعد كده المحطة اللي بعد كده اللي هو ايه؟ pharynx. 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 pharynx.
اللي هو البلعوم. It's a common cavity. بقى أول أقول لك common cavity يعني تجويف مشترك، فتحة مشتركة. ربنا عملها عشان يبقى فيه مدخل ثانوي للهواء، لو أنا من خلال تسدد فربنا عمل فتحة هنا between. يبقى common cavity between مين ومين؟ between digestive system اللي هو esophagus، بتفتح الاسوفجس and respiratory system. اللي هو مين؟ trachea. احنا عندنا كده ادي التيوب بتاعت الاكل وفي جنبها كده التيوب بتاعت الهواء، فربنا عمل فتحه هنا بين الفم وبين النوز. يعني انا باكل الاكل في فتحه هنا من الهواء وفتحه هنا، فهو عمل الفتحه دي عشان يفصل الفم عن الفتحه دي. اسمها ايه؟ سكول، بنسميها فارينكس. فارينكس نيكست اسوفجس. ايه هو اسوفجس؟ المريء اللي هو التيوب. خلاص كده خلصنا دي. يبقى التيث اتكلمنا عنها، فارينكس كومن كافتي يعني عضو مشترك، فتحه مشتركه. ده الدايجستيف سيستم وده الريسبيراتوري سيستم. دايجستيف اهو، دي كده اسوفجس، دي التراكيه بتاعت الهواء بتروح للنوز، فربنا عمل فتحه علشان نقدر ننفس من النوز او من الماوث، فالفتحه دي وظيفتها كده. تمام. عندنا نمبر 3، the third part is esophagus. نمبر 3 esophagus اللي هو التيوب اللي ماشي فيها الاكل، اللي رايح فيها الاكل عشان يروح للاستومك. يبقى دي اسمها ايه؟ esophagus. It's a muscular tube. تيوب يعني انبوبه عضليه. ليه ربنا عملها ماسكلر؟ لما اقول لك ماسكلر يعني تقدر تتحرك، لان طبعا ممكن ابلع الاكل كل حته كبيره تروح واقفه في زور يموت بقى، لا يبقى هو بتفضل التشكيل تفضل بتبقى عشان تحس انها عماله تنزل بالراحه. مين اللي بينزلها؟ اسوفجس، لان هو ماسكلر تيوب يفضل في الاكل كده يزق في الاكل عشان ينزله، يبقى ماسكلر تيوب. ماله بقى الماسكلر تيوب دي؟ ثرو ويتش الاكل بيمنشن فيه، ثرو ويتش فود travels from mouth، الاكل بيمشي من mouth to stomach. from mouth to stomach ده اسمه مين؟ esophagus. يبقى food travels from mouth to stomach through esophagus. number 4 stomach. ستومك اللي هي المعدة. ستومك برضه ماسكلر ساك، يعني تفضل طالما ماسكلر يعني تتحرك عشان تقدر تخلط الأكل، تبقى ماسكلر ساك. بيحصل فيها إيه بقى؟ ستومك طبعا ماسكلر ساك سيكريتس، بتطلع سائل كده بيطلع منها والأكل جواها. سيكريت حاجة اسمها جاستريك جوس، ده حمض. جاستريك جوس حمض كده، يبقى جاستريك جوس. يبقى ستومك سيكريتس جاستريك جوس تو دايجست، عشان تهضم ايه؟ تو دايجست، تهضم اللحمه بروتينز. تو دايجست ايه؟ بروتينز. يبقى ستومك سيكريت ايه؟ جاستريك جوس. ستومك سيكريتس جاستريك جوس تو دايجست بروتينز. to digest proteins. proteins اللي هي اللحوم، السمك، البيض، الفراخ، اللحمه، كل اسمها بروتينز. يبقى ده وظيفه ايه؟ stomach. secrete طبعا partial يعني بتهضمها نص ونص خلاص. يبقى stomach secretes gastric juice to digest proteins. stomach secretes gastric juice to digest proteins. تاني stomach secretes gastric juice to digest proteins. to digest proteins يعني اللحوم. نيجي بعد كده small intestine number 5 small intestine and then large intestine.
يبقى بعد الاكل ما يروح الاستومك بعد كده بيروح فين؟ سمول انتستين. سمول انتستين، سمول انتستين. نمبر 5، سمول انتستين. Then food travels to small intestine. الأكل بعد كده بيروح small intestine. Small intestine ليها two functions: digestion and absorption. بيحصل فيها digestion of all types of food. كل أنواع الأكل دي آخر محطة للهضم. يعني الأكل لو تعدى منها خلاص كده، اللي اتهضم اتهضم واللي ما اتهضمش يبقى it is the last station of digestion، اخر محطه للهضم. يبقى small intestine digestion of all types of food. وبيحصل فيها ايه؟ absorption. بيحصل فيها absorption of digested food. digested food يعني المكان اللي بيجسد بيمتص منه الاكل اللي اتهضم هو small intestine. الدم بياخد الاكل اللي اتهضم من small intestine. يبقى absorption of digested food takes place in small intestine. يبقى الاكل الجسم بياخد منين؟ من small intestine. لكن هتعرف ان الووتر جسم بياخد الميه من large intestine. يبقى الاكل الجسم بياخده من small intestine. الميه الجسم بياخدها من large intestine. يبقى absorption of food takes place in small intestine. absorption of digested food takes place in، يعني بيحصل فين؟ small intestine. in small intestine. تمام. كمان في حاجه في small intestine، عندي الليفر اللي هو الكبد and pancreas secrete their juices، بيطلعوا عصارات بتاعتهم اللي هو السوائل اللي بتطلع منهم عشان تهضم الاكل. their juices بيطلعوها فين؟ in small intestine. سوري انتس. تمام. دي نمبر 5. نمبر 6 اخر محطه رابعه كده، اللارج انتستين اللي هي الامعاء الغليظه. ساعات انا سوري يعني تيجي تاكل من بره تلاقيه تخين، ده تعرف ان ده لارج انتستين. لو رفيع ده كده سمول انتستين. طبعا سمول انتستين بيكون طعمه احلى، طبعا اللارج انتستين بيكون اكلها بيبقى صعب شويه. اللارج انتستين هي لارج سميكه شويه. اللارج انتستين وظيفتها ايه؟ احنا كلنا جسم بيهضم اكل وفي اكل مش قادر يهضمه اللي هو ستول البراز، يعني سوري يعني اللي هو البراز ده اسمه ستول او اندايجستد فود، طعام مش قادر اهضمه خلاص لازم اتخلص منه ارميه بره الجسم. طيب هو هفضل بقى كل ما اكل هفضل كل شويه اروح حمام او ابات في الحمام؟ لا، ربنا عمل كده السمول انتستين. بتلاقي اللارج انتستين طالعه كده الاول، طالعه اللي هو بنسميه اسندنج، بعد كده عمل كده وبعد كده ديسندنج اللي احنا بنسميه قولون، بعد كده الانس بقى فتحه الشرج اللي بنعمل منها الحمام. فيفضل بقى يخزن 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 الستول لغايه لما نحس ان احنا عايزين نعمل حمام ويخش نعمل مراحل. يبقى فانكشن اوف لارج انتستين، وظيفه اللارج انتستين ليها وظيفتين. اول حاجه ستور، ات ستورز يعني بيخزن اندايجستد فود، بيخزن الاكل اللي ما اتهضمش تل لغايه وي جيت ريد of it through ايه؟ بيخرج منين بقى الاكل اللي هو البراز ده؟ through anus، بيخرج من فتحه الشرج اللي عملوه في الحمام. through anus بنعمل بقى الحمام في في التويلت يعني. خلاص؟ يبقى stores indigested food till we get rid of indigested food through anus او spelled out through anus. بيقولوا لي spelled out through ايه؟ يعني يقول لي مثلا indigested food الاكل اللي ما اتهضمش spelled out بنطلعه بره جسمنا through anus. through anus. طب ايه الفانكشن الثانيه في اللارج انتستين؟ لسه قايل ريمبر absorption of food takes place in small intestine. small intestine هنا كده دي small intestine، لكن اللي برضه اسمها اللارج انتستين. يبقى الجسم بياخد الاكل منين؟ من هنا. لكن بياخد الوتر منين؟ من هنا من اللارج انتستين. يبقى ايه الفانكشن الثانيه؟ absorption of water takes place in large intestine. large intestine. يبقى absorption of food small intestine. absorption of water large intestine. الجسم بياخد الاكل من small intestine وبياخد الميه من large intestine.
ليه ربنا عمل كده؟ طب ما كان ممكن الجسم ياخد الاكل والميه من السمول انتستين. ليه بقى؟ مش كل حاجه ربنا عاملها ليها حكمه؟ تخيل كده لو الجسم بياخد الووتر من السمول انتستين، هيبقى عندنا امساك. السمول ده عشان يمشي هيبقى صعب جدا، نحس بقى بمغص والام شديده جدا. فمن حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان خلى الميه جسمنا ياخد الميه منين؟ من اللارج انتستين، واخر حته اللي هي اسمها الريكتم اللي هي قبل فتح الشرج على طول، علشان يفضل ماشي بسهوله ما يبقاش عندنا نقص، ويخرج يمتص الميه ويخرج صلب بقى كده، لو بنسميه سوليد ويستس او بنسميه ستول اللي هو البراز. تمام؟ يبقى absorption of food small intestine، absorption of water large intestine. ايه علاقه بقى اللي احنا بنتكلم عليه دوت بالادابتيشن؟ يعني انا درست اسمه ادابتيشن، ايه علاقه الدايجستيف سيستم بالادابتيشن؟ طبعا لازم ناخد مثال عشان نربط بين الكلام ده وبين ادابتيشن. هناخد دوج اللي هو الكلب، اند كاو والبقره. طب اشمعنى؟ تعال نشوف كده dog and cow. What is the difference between digestive system of dog and digestive system of cow؟ يعني ايه الفرق بين الجهاز الهضمي في الدوج والكاو؟ ادي الدوج and cow اللي هو البقرة، الكلب والبقرة، dog and cow. dog ده طبعا feed، بياكل بيتغذى on meat، بياكل لحمة. لكن cow feed on herbs. herbs يعني اعشاب، برسيم والحاجات دي. يبقى cow feed on herbs، عشان كده الدوج اسمه carnivorous. carnivorous او carnivorous، ممكن نسميه carnivorous او carnivorous، الاثنين صح. carnivorous او carnivorous اللي هي OUS، وبرضه herbivorous او herbivorous. herbivorous او herbivorous، دي herbivorous او herbivorous، الاثنين مطلوب صح. بس طبعا يختلف او يو اس، هنا اي اس او او يو اس، الاثنين صح. يبقى ده carnivorous وده herbivorous. carnivorous يعني اكلات لحوم، بياكل لحم. لكن الكاو herbivorous، feed on herbs، بياكل herbs. feed on herbs، feed on herbs، ده مين؟ cow. cow feed on herbs، cow feeds on herbs، cow feeds on herbs. so it's called herbivorous animal، حيوان اكل للاعشاب. dog feeds on meat، dog feeds on meat، dog feeds on meat، بياكل لحمه. so it's called carnivorous، carnivorous، carnivorous animal، خلاص؟ حيوان اكل للحوم. طيب تعال نشوف بقى ان هنا الادابتيشن في الدوج. it has only one stomach، it has one stomach، عنده معدة واحدة. لكن الكاو it has more than one stomach. تعال نشوف كده شكل، نعرض لكم كده شكل الدوج digestive system والكاو digestive system. As we can see both of them are similar، الاثنين متشابهين بايه؟ both of them start with mouth، الاثنين عندهم بداية الدايجست سيستم ماوث، اند انس اند انس، يعني ده عنده ماوث واخر حاجة انس، وده ماوث واخر حاجة انس. لكن الدوج it has only one stomach، it has one stomach، عنده معدة واحدة. ولكن it has more than one stomach، عندها تقريبا four stomach، عندها أربع أمعاء أو أربع معدات يعني، خلاص؟ it has more than one stomach. تمام؟ طب ليه؟ because digestion of herbs is more difficult than digestion of meat، هضم الاعشاب هو اصعب من هضم اللحوم، فبيحتاج وقت اطول، فبالتالي it has more than one stomach. تمام؟ يبقى the cow has more than one stomach while dog has one stomach. ممكن نقول لك an example، mention one example for an animal has one stomach. طبعا كتير بقى بس اللي خصنا هنا الدوج. طيب an animal has more than one stomach. cow 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 has more than one stomach. تمام كده خلصنا بارت 2. هنبدا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي في بارت 3. ما تنسوش تتابعوني، ويا ريت تعملوا سبسكرايب،
وتفعلوا الجرس بتاع الفيديو عشان يوصلك النوتيفيكيشن بتاع الفيديو اللي جاي ان شاء الله. ويا ريت لو تعمل لايك وشير للفيديو عشان غيرك يستفيد. شكرا لحضراتكم، اتشرفت بيكم، اتمنى لكم التوفيق.